يا شيخ مستعدة بطري من قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اقرئيها برواية خلاد عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجة. استني اقرئي هذه الآيات التي قرئت عليه برواية خلاد عن حمزة ما أسفت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. نعم إبراهيم من قول الحق تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وأجر لو
من عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك وكان الله عليما حليما. لا يحل لك نعم وكان الله عليما حليما. لا لا يحل لك لا تحل لك النساء من بعد. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن. نعم. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. اقرئي من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون برواية واشن عن ما توسد البدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أنتم تزرعون
أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من أم نحن المنزلون يا أخت ميمونة فسري لنا معاني مفردات الآتية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فتدافعتم وتخاصمتم فيها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مرجعا وموضعا وملجأ موضع ثواب لهم جيد حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات شديدة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة التابوت صندوق التوراة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا لا تملوا ولا تضطروا بارك الله فيك السؤال في الشاطبية اقرأي من قول الناظم وحرمي نصر صاد مريم من يرد وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة هذا من أصول الشاطبية باب حروف قربت مخارجها اقرأي من فرش الشاطبية أول سورة الشورى خطأ السؤال في التيسير يقول إمام الشاطبي في باب البسملة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلع اشرحي لنا هذا البيت هذه الأبيات ثم اذكري وجه الزيادة نعم ما الذي زادت الشاطبية على التيسير في هذا البيت عند بعض العلماء لأن هناك اختلاف بعض يرى أن في هذه الأبيات رمز الذين قالوا بأن في هذه الأبيات رمز قالوا هناك زيادة زادت الشاطبية على التيسير في شيء ما بوجه ما
اشرحي الأبيات واذكري الوجه الذي زالت الشاطبية على التيسير وصل واسقطا كل جلايا وحصنا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلع إمام ابن عامر وورش وأبو عمرو لهم السكت والسكت عند لهم السكت نعم لهم السكت ثم ماذا والوصل ثم ماذا والبسملة بين السورتين إذن ما الذي زالت الشاطبية على التيسير هنا من بين هؤلاء الأوجه الثلاثة لم يذكر الإمام الداني وجه واحد في التيسير وما هو هذا الوجه البسملة هي من زيادة القصيد كما قال وألفافها زادت بنشر فوائد حياء وجهها أن تفضل السؤال الأخير في الإبانة ما الذي يقبل من القراءات الآن أركان القراءات ما هو أركان القراءات المتواترة القراءات المتواترة لها أركان وهو الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به ما هؤلاء الأركان كم عدد الأركان تعرفين العدد بارك الله فيك ثلاثة